نحن اليوم كما ترون أقمنا صلاة الجمعة في الساحة العامة بسبب انهدام المسجد الوحيد في البلدة جراء الزلزال الذي حدث في 6 شباط بال 2023. طبعا راح ضحية الزلزال 34 شهيد ونجم عن الزلزال 198 منزل مهدم بشكل كلي وكامل، وبلغ عدد الأبنية المتصدعة 320 منزل. يعني نستطيع القول بأن 90% من البلدة هي متصدعة وغير قابلة للسكن. اليوم أطلقنا حملة للتبرعات من أجل بناء مسجد باعتبار أن شهر رمضان المبارك أوشك أن يقبل، فبادرنا وكانت المبادرة من أولاد البلدة بداية في لم التبرعات لبناء مسجد. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. ذلك البلاء العام من الزلزال، نعم، فتهدم المسجد وتهدمت كثير من البيوتات التي هي حول المسجد، نعم، وأغلب هذه البلدة يعيشون يعني في العراء، نعم، ولله الحمد يعني نحن نصلي الجمعة والجماعة، نصلي الجمعة لأنها أعداد كبيرة في هذا العراء، نعم، ونحن في فصل الشتاء، في فصل الشتاء، فنرجو من الله عز وجل ومن أهل الفضل، نعم، وأهل الخير أن يوصلوا يعني حالنا وأن يوصلوا صوتنا إلى أهل الفضل كذلك، كما قالوا لا يعرف أهل الفضل إلا أهل الفضل. هذه القرية كانت مجتمعة وكانت يعني تصلي في المسجد، وشاء ربك والآن نصلي الجمعة في العراء، نعم، فنرجو من الله عز وجل ومن أهل الفضل أن يساهموا وأن يشاركوا في بناء مسجد لهذه البلدة يتسع لكل البلدة.